شوف الوداد احنا دابا كنتفرجوا بالانتماء ماشي بالاداء، لان الا جينا نهضروا على الاداء امور كتدمي القلب بالنسبه لنا كمشجعين نادي الوداد الرياضي. ماشي هذا هو المستوى، ماشي هذه الصوره اللي بغينا نشوفوا فيها نادي الوداد الرياضي. كنتسناو جمع عام استثنائي لان في اقرب وقت خاصو يكون باش ينتخب فيه مكتب جديد، مكتب مشروع جديد، ونحيدوا تبعات الناصري لاي حاجه كتنتمي لنا. الرئيس اللي كان تحيد وتبدا دماء جديده 100% ورؤيه جديده وطموحات جديده كتطيق بنادي الوداد الرياضي، لان خاصنا نبداو نخدموا على الموسم الجاي من دابا، لان هذا الموسم بالواقعيه راه سهله. دابا حنا كنتفرجوا بالحب وبالعشق وبالانتماء ماشي بالاداء. عارفين حتى واحد من هادو اللي كيلعبوا دابا قله قليله اللي كتستاهل تلبس التوني ديال الوداد الرياضي. جوج لعابه انا بالنسبه لي هما اللي باقي لحد الان يستاهلوا يلبسوا التوني ديال الوداد، وما تبقى خاص اعاده النظر ينضبطوا معنا، وكاين فيهم اللي خاصو يمشي ما خاصش تعطاه فرصه اخرى في الموسم الجاي. ما بقيناش كنقدروا نتوقعوا المقابلات الوداد، لان ما كاينينش لعابه كيلعبوا على التوني، ما كاينش اللي كيلعب على التوني، ما كاينش اللي كيتقاتل. يعني ما يمكنش توقع الانجازات من المتخاذلين، فهمتيني؟ يعني لعابه كيتخاذلوا ما يمكنش غتوقع منهم وتبني عليهم الامال. حنا كنتسناو الموسم القادم ان شاء الله. عتقوا ما تبقى من ماء وجهكم مع نادي، مع الجمهور ديال نادي الوداد الرياضي، وعطيو شويه من داك الشيء اللي عطاكم الوداد. نادي الوداد الرياضي اللي لمع عليكم الاسم ديالكم، بينوا شويه من داك الخير اللي دارت فيكم الوداد، صرفوه في اللعب. المقابله غتكون صعيبه على الطرفين. فريق الوداد اللي كيحقق نتائج سلبيه في الماتشات الاخيره غادي يبغي يتصالح مع الجمهور ديالو، وكنتمنوا ان شاء الله نشوفوا الكره بعدا في التيران. توقعات ديالي النتيجه المولوديه وجده بجوج واحد ان شاء الله. رسالتي للاعبين ديال الوداد، لعبوا الكره اللي كنا كنشوفوكم قبل من ديال سعيد الناصري، حيت الوداد هذا العام اللي كيفاش كنشوفوه مشلين ديال بصح، وكاين انا خويا شي 70% ديال اللعابه اللي كاينين في التشكيله ديال الوداد راه ما يستاهلوش يلعبوا في بروميان سيري. التحيه للوداد والمقابله شي جوج زاير مولوديه وجده ديال الغدربه، حاش وجده خوتنا تا هما، فهمتي؟ تا هما بغيتهم الرباح انا 3 بوان ان شاء الله.